حابة تزوري أكاديمية للطبخ في لندن؟ دوقينا طبخك في مسابقة 6 نكهات مع كنور. رجعنا مع ديما نكمل الجزء الثاني من الطبخ. هلا ديما رح تعمل لنا سلطة الحمص. ديما هاي فيها منتجات كنور ولا بدون كنور؟ أكيد لازم. أها وأنا أقدر؟ أنا أقدر. شو رح نحط عليها؟ رح نحط عليها اليوم خلطة التوابل بالثوم أو بتاعت الأعشاب زي ما بدكم. هم التنتين بيعطوا نكهة. هذا الحلو فيه رندا هذا المنتج إنه هو مش مكعب ولا مكعب بودرة، هذا زي البهارات يعني هي زي الأعشاب، فبتقدر تضيفيها على اي شيء يعني على السلطات على الدبس على اي شيء بتحبيه، فانا اليوم رح استخدمه بس شاء الله. الحلو انه هي بتيجي مع كيس للفرن اوفن باج لانه هو بالاصل بتقدر تحطيه على الجاج مع الكيس او بدون الكيس. انا استخدمته اول حلقه عملنا مع الجاج وهلا صرت استخدمه وادخله لاشياء ثانيه. حلو، رح نشوف ايش رح نحتاج لسلطه الحمص. المقادير رح تكون كالتالي. هلا بدنا 2 كوب حمص مسلوق، 1 حبه بندوره مفرومه ناعم، 1 بصله مفرومه ناعم، 1 كوب زيتون اسود بدون بزر، 1 كوب فليفله ملونه مفرومه ناعم، ديما هون حاطه اصفر واحمر واخضر، ربع كوب بقدونس مفروم ناعم، ربع كوب بصل اخضر مفروم كمان ناعم، بدنا عصير ليمونه. بدنا نص كوب زيت زيتون، معلقتين كبار خل، ومعلقتين كبار او خل او تنتين معلقه كبار خلطه الزعتر بالاعشاب من كنور او شو كمان ديما او الثانيه او الثوم ونص يعني معلقه صغيره كمون. حلو. هلا بس حابه احكي شغله، في كثير ستات امبارح سالوني انه كثير حابين احنا نيجي نطبخ على قناه رؤيه، تستضيفونا بقناه رؤيه؟ كثير كثير اجاني يعني واحنا بالايفنت كثير اجاني. بسيطه انا بعطيك اياها الصور. معلش اوكي انت ما تحكي انا بحدث الستات عبين ما تضبطي امورك. فكثير كانوا يسالوني انهم حابين يجوا يطبخوا على قناه رؤيا، فاحنا ايش قلنا لهم؟ انه هم ال 30 ست اصلا رح يوصل للتصفيات، رح يجي يعملوا 30 طبخه على رؤيا، فهذا بحد ذاته لهم ربح. برافو. غير عن الجائزه الكبرى. عرفتي؟ بالاضافه الى انه رح نعملهم كتاب الطبخ، وتشيز يعني كل واحده بتحلم يكون لها كتاب طبخ، فرح تكون هي والستات مع بعض بكتاب طبخ واحد ان شاء الله. عظيم. حلو. فيلا نبدا. اوكي يلا خلينا نبلش. اليوم سلطتنا زاكيه وبسيطه بس جد زاكيه. هلا هون عندنا حمص. اوكي رح احط مع الفلفل الملون. ام راشد ديما ما دامنا عم نحكي على المسابقه، ام راشد عم تبعت لنا من اربد انه بتقدر تشارك، رح تروحوا على اربد على المحافظات. طبعا مخصصين ايام يعني ان شاء الله بخبركم الاسبوع الجاي امتى بالضبط رح نيجي. اذا في ايام للمحافظات طبعا واكيد بنعلن عنها برؤيا، وبتقدر تروحوا الستات اللي حابين رح نعلن بتروحوا محل ما رح تكون المناسبه. شوفي لحالها هلا قد صارت حلوه. حبيت حمص زيتون فلفل ملون حبه بندوره مفرومه مش كثير، واللي ما بحب ما يحط بس بتعطي برضه نكهه طيبه. واخر شيء بدي احط بصله مفرومه عادي، اللي ما بحب ما في داعي لانه في بصل اخضر بس هي برضه بتعطي طعمه طيبه. اها بتعرفي كثير مهم بهاي السلطات طعم الحمص يكون زاكي، مش كل الحمص زاكي خصوصا اذا بتاخذي العلب. هذا بدي اقول لك اياه، يا بتكوني ناقعتيه انت وسالقتيه يا اما علب. هلا الصراحه للسرعه عملت علب بس في نوع بحبه انا بس. ايوه بالضبط، مش كل الانواع زاكي، في انواع لانه اذا نوع الحمص مش كثير زاكي او صغير او غامق بخرب الطعم. هلا بدنا نحط شويه بقدونس كمان زاكي. قوي قلبك قال قوي قلبي. يا الله شو صحية هاي السلطة. هلا كثير عم بركز على الحبوب، في سلطة عدس بدي اعملكم اياها، في سلطة الكنوة مش الكل لسه بيعرفها، هذا اللي هي صارت زي البرغل منتج كثير طيب برضه رح نعملكم اياه، فهيك في كثير افكار ان شاء الله تستفيدوا. هاي بصل الاخضر اليوم مطبخنا ملون، شايفه ما احلى كل الالوان طلع ما احلى الوان الثليد الوان هيك بتكوني اخذتي الحبوب مثلا اكلتي حبوب وبرضه مغذيه وفيها انه الفليفله فيها كثير فيتامينات والزيتون عيني عليكي. فهلا خليني اشيل هدول دمدوم والله دمدوم سكوبه بالوصفات الحلوه. بتعرفي شو بدي ارسم هاي الغيمه ونازل منها وصفات. ايوه والله حلو عجبتيني. طب هلا هاي يلا ايش بدك؟ مسكرتها بضمير انا شكلي اليوم كثير بزمر بدي اخفف سكرتيها. من الليمون اللي فيها لانه ولا هو ليك هون بعمل الصوص. هي الليمون لا في عرض لك نور بالسلط تغريد عبادي والله يا تغريد نشوف. اظن بالسلط يمكن لا لانه السلط يعني مش كثير بعيده عن عمان على طريق السلط بس بخبركم ان شاء خلص الله ان شاء الله. هلا هي عم تخلطيهم مع بعض قبل هلا الزيت صلت قريبة بالضبط الزرق ان شاء الله رح نروح. هلا في مفروض خل بس انا مش جايبته فحطوا خل
نسيته، وهي الملح وبصير بدون خل. طبعا ليش راحت الكونكشن هيها؟ اوكي بتعرفي خليني احط الملح هون احسن، وما تكتروا ملح طبعا. ليه؟ اوكي لانه هلا بدنا نحط منتج كنور كمان رح دائما نتذكر انه هدول فيهم طبعاً ملح. فيهم ملح، يعني فيهم ملح ونكهه واعشاب وكل شيء، فما بنكتر ابدا توابل. هلا بدي احط برضه منهم شوي مع الصوص واخذهم عشان يصير عندنا الدريسنج هيك متماسك مع بعض. اوكي كثير بيعطي نكهه طيبه. حلو كفايه، عم بطلع هذا كنز الالعاب. كنز الالعاب زي ما اول ما حطيتهم بالسله بنتي الصغيره قعدت جنبي ياي بكتهم العاب انه بتقعد تلعب فيهم. بس الشيء ملون هاي العابي انا تركي. هاي الفلفل الاسود خلينا نحطه كمان هون. هاي بيجي كيس للفرن. الكيس بيجي مرفق معاه يعني مع نفس المونتاج. ياي العاب لكان قالت لك بنتي. قعدت لقيتهم بصندوق قالت لك هذول شيء مهم. تذكري كان في مسرحيه الغوار لما اجى المعلم على الضيعه اظن بضيعه تشرين وجاب معه كتب لما كان يقرا الكتب ويرميهم. والله ناسي معني شفت هالمسرحيه. كنت صغيره كنت كنت بس لا بس كنت احضرها طبعا. شايفه رندا بحب اخذ الدريسنج دائما لحال حتى هيك يصير معنا ما يكون فاصل الزيت عن الليمون فكله بتناسق مع بعض بصير زي الكريم. والبهار اللي حطيتيه بصير مخلوط بالتساوي. كثير كثير نكهته زاكي بالله شمي شم. فتخيلي مع الحمص مع الفليفله كثير طيب. طبعا زاكي الليمون لحاله بشهي. هلا رح نحط هاي توابل ايش اسمها بالاعشاب. هاي انا هلا استخدمت الثوم بالاعشاب بتقدر الزعتر كله بيعطي نكهه بس المهم ان ننكه السلطه. خلطه توابل الدجاج. يا الله شو زاكيه. اللي مش متجرئ او مش متخيلها لازم يجربها لانه فعلا طعمه الحمص بدي ما تنسى فوائد الحمص يعني. طبعا خليني ادوقها اشوف اذا بدها شيء. ممتازه. أزيد شوية بقدونس ولا أخلي للزينة أحسن؟ معنا يقين من الطفيلة. ألو ليش بصيح؟ هي الطفيلة أساس. هلو مرحبا. أهلا يا يقين كيفك؟ منيحة كيف كنتوا؟ تمام أهلا وسهلا. تفضلي كيف ملاقية طبخاتنا اليوم؟ بتجنن ما شاء الله عليكم. أهلا وسهلا. تفضلي يا يقين. حابة أحكي لكم صحتين وهمان. تسلمي حبيبتي شكرا يا يقين. سلم على السيف. أهلا حبيبتي كيفك أنتي؟ منيحة الحمد لله. قد إيه عمرك يقين؟ 15 سنة. حبيبة قلبي سلمي على الجميع عندك. يقين ليش مو بالمدرسة أنتي؟ إيه؟ ليش مو بالمدرسة؟ ماما راحت عليها نمر وعملت حالي مريضة. لا والله مش حجة والمديرة سمعتك أكيد. يا مديرة يقين معلش سامحيها. مديرة يقين سامحيها اليوم. اسمعي اليوم قالوا إنه بده يكون شتاء بالجنوب عندكم شتاء اليوم؟ بالطفل. لا ما شفت. طيب إذا يقين إذا أنت طالبة معناته مش دائما بتحضرينا يعني اليوم أول مرة بتحضرينا؟ لا أنا كثير بحضركم بس عشان المدرسه. ايوه والله معناته اليوم من حظنا. اليوم مثلت اني مريضه مشان احضركم شفتوا. مثلت اني مريضه. اسمع انت اليوم فضحتي حالك هلا على وزير التربية مع المديره ومع امك مع كل حدا. ما سمعتني يعني احنا شفتي استفدنا راحت عليكم نومين انبسطنا وانه تعرفنا عليك يقين صارت صديقه جديده. اهلا وسهلا فيكي. هلا بيكي يا يقين. طيب بس في شغله نسيت احطها. شكرا لاتصالك. الكمون دائما الكمون مع الحمص. ضروري طيب. مع الحمص نعم. فهلا هي الكمون شوفي رندم احلى كثير زاكي. يلا انا مش قادر استنى يحطوا لي صحن. ايوه هاي اجت الانترنت قبل شوي فصلت فما كنت عارفه اخذ. لا اقرأي لنا شوي. يلا هات نشوف ما زال هنالك. ما ازعل ماما. ماما دائما بتحبني انزل كل شيء بتقول لي ليش تركتي بالصحن شوي. وبعدين بتعرفي هاي بالاخر تكون مسأسة زاكي. فهيني هيك اذا ماما عم تحضرني ان شاء الله تكون مبسوطه. مبسوطه منك. اوكي معنا اتصال. الو صباح الخير. رانيا. ايوه اهلا يا رانيا صباح الفل. تمام كيفك انت؟ اخبارك؟ تمام الحمد لله. وانت كيف امورك؟
والله تمام الحمد لله نشكر الله. انتم كيفكم؟ نح تمام تمام ما شاء الله دائما متالقه. الله يسعدك. انا ولا ديما؟ انت وديما. انت مالك لا هذا لله حبيبتي. الله يسعدك. تسلمي حبيبتي. خليكي كلك ذوق. هذا من لطفك واخلاقك. كلك ذوق فعلا. شكرا لك حبيبتي يا ديما. هلا رانيا صباحك شو اخبارك؟ الحمد لله. وانت؟ والله تمام الحمد لله. يسلموا ايديكي. وايديكي يا رانيا. تسلمي حبيبتي. ديما بس بدي اسالك سؤال. تفضلي. الله يزيد فضلك. هلا كريم في الطبخ الباكيت ما هو عفوا ما بيكون فيه مثلا صغير قد ايه بتقعد بالثلاجه بالضبط او مثلا ممكن الواحد يحطها بالفريزر؟ لا لا لا, لا. انسي الموضوع. بس اقول لك في احجام يعني في اصغر في صغير وفي كبير. هلا انا بحكم شغلي بستخدم كثير كريمه فما بتلحق تخرب عندي. اما ست البيت العاديه يعني انا ما بفضل اكثر من اسبوعين. في ناس بيقولوا لك اكثر بس انا شخصيا بس يمر اسبوعين ما بحب انها تضل هالكريمه اكثر من هيك. في نص لتر بالسوق. في في هي فيه أصغر. مثلا لو انا استعملت نص الباكيت والنص الثاني ضلوا بالثلاجه ولا ممكن مثلا لا بنحطه بالثلاجه احنا ولا بنخليها بالثلاجه بس قصدي انه ما يعني ما تخليها اكثر من اسبوعين. فهمتي شو قصدي؟ حاولي انك ما تخليها اكثر من اسبوعين. بس رانيا في منها نص لتر في في رانيا في ربع لتر. ما هي السمبل تبعها كثير صغير يعني ما بكفيش يعني قد بدها تعمل يعني اقل شيء بدك تاخذي 3 باكيتات. يعني انت قصدك بتجيبي الكبيره؟ بالضبط. ما هو اوكي ما هيك صفيتي مستخدمه نص هضل نص اطبخي لهم بكريمه كمان 4-5 ايام او اعمليها للحلويات. ما هي بتزبط في منها بتاعه الحلو اللي بتستخدم للتنين. فانت يعني فيك تجيبيها وتستخدميها للحلو المالح. عرفتي انا هيك بعمل يعني ما بجيب نوعين. طب حلو والله اذا يعني انه الواحد يعني يصير يستفيد منها اللي مرسوم عليها حلو بتجيبيها للتنتين للشوربات للاكل للحلو. هي اصلا مش محليه. لا لا مش محليه. نعم. اوكي رانيا جاوبنا على سؤالك شكرا لاتصالك. ايوه حلو هذا الصوره. طب جنن اليوم مائده ملونه بامتياز. يس تفضلي. خلطنا الحمص والفليفله والزيتون الاسود والبصل الابيض والبصل الاخضر وحطينا طبعا مغلف كنور اللي هو الثوم والاعشاب وحطينا زيت وليمون وملح في شويه خل انا نسيته ما حطيته وكمون. فهيك صارت عندنا سلطه مختلفه وسهله ومغذيه. بتمنى تجربوها. واهم شيء ديما انه ما يحطوا كثير ملح لانه الخلطه فيها ملح. حطوا الخلطه بعدين. وعلى فكره انا هلا كل شيء عم بسوي لكم اياه باستخدام منتجات كنور انا مجربته بالبيت ومتاكده من النكهه كيف رح تكون. يعني انا ما بعطيكم شيء عن جد بكون واثقه منه 100%. فبتمنى تجربوه. شكرا ديما. وإلنا لقاء بيتجدد أكيد بكرة الصبح على 8:30 صباحا بفقرات جديدة رح تحبوها أكيد. مني أنا رندا عازر وفريق البرنامج جميعا. إلى اللقاء. باي باي.